بداية تحول نشاطنا من صنعاء إلى البلاد هو بسبب النهضة التي أقامت في حراج لقلع أشجار القاف الخبيثة. جمعنا أكبر قدر ممكن من الأراضي حوالي 3000 لجنة، وحاولنا نستصلح اللي هي متجاورات، وبدأنا 2020 شهر 6 السنة الأولى. كان مصطفي يتواصل مع اصحاب الارض في صنعاء، وانا هنا اطلع الارض هذه تيني في حدودها حق من هذه تبع من، فكان في تكاتف. كانت الارض يا عزيزي مندثره، متدامره، متهالكه، قطعه ما عاد تعرفها فين بدايتها وفين نهايتها. كنا نستشير مزارعين وخبراء زراعيين، يقول لك هذا مشروع كبير ما عاد قدرت تصلحه الا معك ضمار هناك 100-150 مليون، ما كنت عامل حسابي على هذا المبلغ. أنا كان تقريباً معي مبلغ بسيط ما يتجاوز 6 مليون 10 دولار، هذا مبلغي أنا. مصطفى كذلك، أين ال20 ألف دولار أو 12 مليون؟ وين 150 مليون؟ واجهنا صعوبة كبيرة، ورحنا منظمات، رحنا هذا دولة، ما بيشمنا. بدأنا أصلحنا حقنا وحق مصطفى، واللي الناس اللي كانوا جنبنا اللي هم يعني بيجاوا لنا فاهمين قالوا صلح أرضنا، هذه حقي، هذه قيمة، بنعمل لك شراكة، بنعمل لك ذا، انتم ناويين خير، انتم جيتم احيتوا البلاد، انتم من هذا الكلام. بعدها جو ناس يقربوا لنا وكانوا في الخارج عايشين، عرضوا على سيولة مثل نبدي، ومتى ما فتح الله عليهم قضيتهم، خلاص الغمة افتكت. بعدها كنا نفتح احنا نطلب من الناس، ما الشيء قرضت الله حسنا الشيء ذا، وما كنت حصلنا من شيء، قلنا لك في المال ما كنت عم نشوف حاجة في حالتنا ولا. فكرنا بالسد، السد هذا نشيله ميزانية، بينما احنا نشتغل يعني اذا ما تقول اجل فرج انه يعني في من بيوقف معانا، مثلا زي والدي مصطفى اخوته، مثلا مصطفى كان معه شقة في نجوم باعها 30 مليون، انا كذلك ارضية سيارة ورتحت يعني نفس المبلغ حوالي 50 مليون، وكملنا اصلاح السد واستصلحنا الاراضي اللي كان عاده ما قدرناش نوصل لها فيها. الناس كانوا يقولوا احنا مجانين فاشلين، فشلوا في صنعاء رجعوا البلاد يرتجموا في البلاد. بعضهم كانوا يقولوا هذا معه شويه زلط راح يرجمهن بين الضيحان، هذا مثلا عندنا يعني يقول لك رجل انت في الارض. لا، انا جيت استثمر في حرج في بلادي استثمار، انا الان ربط بين الزراعه وبين التجاره، انا ازرع عشان اتاجر في حقي. عملنا عقود مع الناس وذبحنا المستقبل يعني بحدود حوالي 2500 لبنة حراجي، يعني ما عادل 3200 لبنة صنعاني. بدأنا كمرحلة أولى 5500 مغرس أو 6000 مغرس تقريبا، عاد إحنا في طور الغرس، قول بنوصل 6000 مغرس بن. وزرعنا جنب زراعات أخرى، البطاط، الفاصوليا، الحبوب، العتر، العنب، الفراولة. عملنا محمية زرعنا فيها الخضروات، الطماط، الخيار. أتمنى من جميع من لديهم مال أو أرض ارجع إلى بلادك، إذا معك ضمارة ومعك مصدر دخل في صنعاء خليه في بلادك، استثمره في بلادك، لأن هذه أموال تعبوا أجدادنا عليها لما أقام في الشكل هذا.